أهلا بكم مشاهدينا. تذبذب في حالة الطقس من الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة على مدار اليوم، وده بيكون بيئة خصبة لانتشار الفيروسات، عشان كده لازم نخلي بالنا. وهنعرض مع حضراتكم أهم التوقعات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر، وبتسجل درجة الحرارة خلال فترة الليل، لأن درجة الحرارة بتوصل إلى 14 درجة مئوية، وبيكون الجو دافئ في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد وحرا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما ساعات الليل المتأخرة فبيسود طقس مائل للبرودة في ساعات الليل الأولى وبارد في آخرها على جميع الأنحاء، وتبلغ درجة الحرارة اليوم على مدينة الإسكندرية 24 درجة مئوية نهارا، وعلى محافظات جنوب الصعيد 30 درجة مئوية نهارا. أما عن بداية أول يوم الشتاء رسميا فلكيا فهو يوم الأربعاء الموافق 21 فلكيا، فمن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات. وعن تكون الشبورة المائية، فحذرت خبراء الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وينخفض معاها مستوى الرؤية الأفقية، عشان كده يجب الحذر عند القيادة. أيضا بتتوقع خرائط الطقس حدوث تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة وسقوط الأمطار التي غابت لمدة 30 يوما كاملة، بداية من الأربعاء القادم 21 ديسمبر 2022 هيكون أول أيام فصل الشتاء، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى في نهاية الأسبوع على القاهرة الكبرى 12 درجة مئوية خلال ساعات الليل. أما بخصوص نشاط الرياح فمن المتوقع وجود نشاط للرياح مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأيضا بيتوقع خبراء الطقس تعرض البلاد الكتلة الهوائية باردة نهاية الأسبوع القادم. وبالنسبة لسقوط الأمطار فبيتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأصدرت هيئة الأرصاد خلال توقعاتهم وبداية من يوم الثلاثاء القادم 20 ديسمبر هتنخفض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري. وحذر خبراء الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة الملحوظ مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تبدأ، وتسجل درجات الحرارة الصغرى ليلا 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فيما تسجل 10 درجات مئوية على محافظات شمال الصعيد وهي المنيا وبني سويف والفيوم وسوهاج وأسيوط. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فبتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويرتفع الموج ويصل إلى متر ونصف، فيما يتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ورياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الاستقرار في الطقس مستمرة حتى منتصف الأسبوع وتحديدا يوم الاثنين، وأشارت إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وذكرت أنه مع اختفاء أشعة الشمس بيسود إحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويكون هذا الانخفاض ملحوظا بشكل أكبر مع دخول فترات الليل. أيضا أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيان بشأن أهم درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة: القاهرة العظمى 25، الصغرى 15، أكتوبر 26 15، بنها 23 15، دمنهور 23 14، كفر الشيخ 23 13، المنصورة 24 15، دمياط 23 15، بورسعيد 24 14، الإسماعيلية 24 12، السويس 23 13، الزقازيق 24 14، شبين الكوم 24 1، طنطا 23 14. بكده نكون عرضنا لحضراتكم أهم التوقعات الخاصة بالطقس اليوم والأيام المقبلة، بنتمنى من حضراتكم الحذر من التقلبات الجوية. بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.